ارتفاع صادرات المنتج الزراعي المصري عابر الحدود إلى الكثير من الدول من الخضر الفاكهة وعديد من المحاصيل. في استمرار هذا الحديث مع الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور حامد، بدأت تتحدث عن مجموعة من الشروط تم وضعها، بس قبل ما نتكلم عن الشروط أكيد كان في نوع من، إذا جاز التعبير، نوع من الخلل أو السلبية ما من وجهة نظر حتى الطرف الآخر في المنتج أكيد المصري أكيد وبالتالي أكيد رفضه. أكيد. فنزلت الشروط على أساسه. أكيد. إيه اللي كان حاصل؟ هو اللي كان حاصل زي ما أنا قلت لحضرتك، كان في تشجيع للتصدير لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، فالمنتج المصري في الخارج أصبح ليه قيمة عالية جدا، فده شجع بعض الفلاحين إن هم يصدروا. وطبعا منظومة التصدير دي مش منظومة سهلة، ليها معايير وإجراءات المفروض تتبع. الحقيقة بعضهم لم يتبع هذه الإجراءات والمعايير، فده أدى بالسلب أو بصورة سلبية على محاصيلنا للخارج، وبالتالي لأنه تم رفض بعض الشحنات لوجود متبقيات مبيدات في بعض هذه المحاصيل. ديت كانت المشكلة. المشكلة الثانية أنه كانت عملية الفحص للأسف الشديد بتتم عن طريق صاحب المزرعة، يعني صاحب المزرعة هو اللي يجيب العينة من المزرعة ويتوجه للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات وياخد شهادة من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بخلو العينة من متبقيات المبيدات ويبدأ يصدر. طبعا دوت كانت سلبية خطيرة جدا، لأن غير مقبول ان المعني بالامر اللي هو المصدر او المزارع هو اللي يجيب العينه بنفسه وهو اللي يوديها المعمل، البعض يكتب وهو بشكل اللي ياخد الشهاده بالظبط، وبالتالي ممكن كان ياخد محاصيل لو فرض حتى انه العينه سليمه من المزرعه اللي هو هيصدر منها، لكن ممكن يعني يجيب محاصيل اخرى من مزارع مختلفه وبناء على الشهاده اللي حصل عليها يبدا يصدر. دي أيضا كانت سلبية. سلبية أخرى أنه كان بعض المصدرين يصدر مجموعة من المحاصيل في يعني كوكتيل من المحاصيل، طماطم على خيار على فلفل على كذا، ويبدأ يفحص محصول واحد فقط، يعني يفحص محصول واحد فقط ويصدر المحاصيل الأخرى دون فحص، يعني معتمد على أن الكميات بسيطة. طيب الحجر الزراعي ما كانش له هو ده يا فندم بقى اللي احنا بنتكلم فيه. القانون أو القرار الوزاري المشترك اللي أنا ذكرته اللي هو رقم 670 في 2017 الحقيقة وضع معايير الحقيقة قوية جدا لمنع أي سلبيات بتعوق تصدير محاصيلنا للخارج. يمكن هذا القرار في مادته الأولى نص على أنه لابد من خضوع المحاصيل الزراعية من الخضر والفاكهة المصدرة للخارج للفحص عن طريق مهندسي الحجر الزراعي، الفحص الظاهري وأيضا الفحص المعملي إذا كان هناك شك في أي مشكلة. يبقى دي رقم واحد، أن الفحص بيكون عن طريق مهندسي الحجر الزراعي. مهندس الحجر الزراعي هو اللي هيروح المزرعة وهو اللي هيجيب العينة وهو اللي هيفحصها للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات. الحاجة الثانية أنه المزارع، إذا وحدنا المصدر اللي بيكتب التقرير. الحاجة الثانية المزارع اللي هي ناوية تصدر للخارج لابد أن تكون مكودة لدى المجلس التصدير للحاصلات الزراعية، واخدة رقم قودي لمتابعة المزرعة أثناء عملية الزراعة. يعني القضية مش أني أخد عينة أشوف بقى شكل المبيد، الأسمدة اللي استخدمت، لا ده دي شروط تانية أنا هقولها لحضرتك، أن إحنا نتابع المزرعة أثناء عملية الزراعة، ناخد عينات مختلفة في أوقات مختلفة من نمو المحصول للتأكد من خلو من متبقيات المبيدات. لكن في شروط خاصة بالمزرعة نفسها لابد أن هذه الشروط تكون موجودة. يبقى المزرعة تحت الرقابة المباشرة من وزارة الزراعة، من الحجر الزراعي، من المجلس التصدير للحصلات الزراعية. لكن في شروط تانية لابد أن تتوافر في هذه المزرعة علشان يتم تسجيلها في المجلس التصدير للحصلات الزراعية وعلشان تكون معدة للتصدير. من ضمن هذه الشروط طبعا يكون هذه المزرعة بها سجلات معتمدة خاصة بالمبيدات التي يتم استخدامها، بحيث تكون هذه المبيدات مبيدات مسجلة من لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة ومسموح باستخدامها.
لابد كمان انه يكون في سجلات موضح بها تاريخ رش المبيد والبي اتش اي اللي هي فتره الامان بين الرش وبين جمع المحصول. لابد انه المزرعه تتوفر فيها بعض يعني الشروط الصحيه، شهادات صحيه للعاملين في هذه المزرعه، دورات مياه طبعا بصوره صحيه تماما. كل هذه الشروط يجب أن تتوافر في المزرعة، خلاف طبعا شروط أخرى خاصة بالمخزن اللي بيتم تخزين فيه المحصول بعد جمعه. طيب دكتور حامد، احنا بنتكلم عن زيادة الصادرات والحمد لله زيادة الصادرات المصرية الزراعية للخارج، لكن من يتابعنا يتحدث، هل الشروط دي منطبقة فقط على الصادرات؟ ماذا عن الإنتاج الداخلي والسوق المحلي والاستهلاك؟ يعني حضرتك سبقتيني، بس طبعا دي نقطة مهمة جدا، لكن خليني مؤكد لحضرتك أيضا برضو في نقطة مهمة علشان للتأكد من ما يتم تصديره خالي من متبقيات المبيدات، بيكون في خطوة أخيرة أخذ عينات من الرسالة نفسها أثناء إعدادها للتصدير. يعني كل الكلام اللي أنا قلته لحضرتك، المعايير الخاصة بالمزرعة ومتابعة المحصول أثناء الزراعة، لكن في النهاية لازم ناخد عينات من الرسالة أثناء إعدادها للتصدير علشان نتأكد من خلوها من المتبقيات المبيدات. احنا عندنا مشكلة المبيدات الحقيقة يا أستاذة هبة، يعني ليست مشكلة في المبيدات نفسها، ولكن المشكلة عندنا في التطبيق، في طريقة الرش. لأن أنا علشان أحصل على فعالية بنسبة عالية لمكافحة الآفات أو الأمراض على المحاصيل المختلفة، لابد أن تتوافر شروط معينة. استخدام المبيد المناسب لمكافحة المرض أو الآفة، استخدام التركيز المناسب الموصى به، ثم طريقة الرش اللي هي طريقة التطبيق. ويمكن النقطة الثالثة الخاصة بطريقة الرش أو التطبيق ديت كانت السلبية الخطيرة اللي هي كانت بتعمل خلل في رش المبيدات وبتؤدي إلى وجود متبقيات المبيدات في بعض المحاصيل الزراعية. احنا علشان نتغلب على هذه المشكلة طريقة الرش مش نوعية المبيد. لا، طريقة الرش، ما هو نوعية المبيد والتركيز، تركيزه يعني ايه برضه تركيزه؟ يعني كل آفة سواء كانت حشرة أو مرض أو حشيشة ليها مبيد معين يستخدم لمكافحة هذه الآفة. طيب في تركيز برضو لابد أن يستخدم لهذه المكافحة، بمعنى أن أنا بقول مثلا 100 سنت لكل 100 لتر أو 50 جرام لكل 100 لتر، لازم الالتزام بهذه المعايير بهذا التركيز. زي الدواء البشري، أنا لما بروح للطبيب والطبيب يقول لي تاخد معلقة أو تاخد قرص أو تاخد اتنين، لابد أن ألتزم بهذه الجرعات، صح ولا لا؟ النقطة الثالثة اللي كانت مهمة غير المبيد الموصى به والتركيز الموصى به، طريقة الرش، وديت مهمة جدا، لأن لو طريقة الرش خاطئة يبقى استخدام المبيد السليم والجرعة السليمة ما لهمش أي قيمة، لكن هعمل تلوث للبيئة وهعمل متبقيات للمبيدات في المحاصيل اللي أنا برشها دون أن يكون هناك فعالية حقيقية. بالضبط، ما هو تلوث للبيئة في كل شيء، في التربة، في الهواء، دون أن يكون هناك فعالية في مكافحة هذه الأفات. احنا عشان نتغلب على عملية رش المبيد، ودي نقطة بقى تخص لا تخص فقط تصديرنا للمحاصيل الزراعية، ولكن أيضا تخص ما نتناوله من محاصيل داخل مصر، عملنا منظومة مطبقي المبيدات، وديت الحقيقة أول مرة بتتعمل في مصر، بمعنى إن احنا بندرب مجموعة من الشباب، وعلى فكرة دي من ضمن الشروط الخاصة بالمزارع اللي هي تنوي التصدير، إن اللي يكون القائم بعملية الرش عامل مدرب وفني وفاهم وبيستخدم رشاشة معايرة ويتم غسلها بعد نهاية كل رشة. احنا بنعمل ده دلوقتي، ان احنا بندرب مجموعة من الشباب بنسميهم مطبقي المبيدات، بحيث ان انا بدرب شاب يحمل مؤهل متوسط سنه من 20 لـ40 سنة، وبخلق وظيفة جديدة اسمها وظيفة مطبق مبيدات، بدربه عندنا في وزارة الزراعة لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بيتم التدريب في كل مديريات الزراعة في جميع المحافظات، بياخدوا دورة لمدة أسبوع، في نهاية الدورة بياخد شهادة بتقول إن دوت مسموح له بأنه يطبق المبيد أو مسموح له برش المبيد.
احنا دربنا يمكن السنة دي احنا داخلين في حوالي 2000 شاب تم تدريبهم، بننوي ان شاء الله على نهاية. مفروض انا كصاحب مزرعة استعين بيهم. ما ده ضروري بقى، ده ضروري. وهيكون ده شرط هيكمل. ان هو يكون حامل التصريح. اولا هو بالنسبة للمزارع المعدل للتصدير شرط اساسي. يعني احنا بنعمل ان شاء الله في نهاية العام نصل ل 3000 شاب يتم تدريبهم في جميع المحافظات. في السنوات القليلة القادمة نصل ل 50000 شاب، يعني بنخلق 50000 فرصة عمل. وعلى فكرة النظام ده مطبق في بعض الدول، مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني فيها حوالي 1,700,000 مطبق. احنا بدأنا هذا النظام في مصر، وان شاء الله ده هيكون له دور مهم جدا في الحفاظ على محاصيلنا الزراعية من متبقيات المبيدات، سواء كانت المحاصيل التي نصدرها للخارج. مش هيبقى في خوف بقى والناس تتجه لسماء أكيد. عضوي او بالزبط. المنتج الزراعي عضوي ولا مش عضوي بالزبط. وتفرق في الاسعار كله هيبقى سواسية بنفس المقدار والحفاظ بالزبط. على الصحة والامان. دي مهمة جدا، واحنا عندنا سجلات لاسماء الشباب اللي بيتدربوا في جميع المحافظات علشان نتابعهم بصفة مستمرة. وخليني احيي الحقيقة بعض المحافظين اللي هم مهتمين جدا بهذه المنظومة وبيحضروا الدورات اثناء افتتاحها او اثناء تسليم الشهادات، يعني محافظ كفر الشيخ، محافظ الفيوم، الحقيقة من ضمن المحافظين اللي اهتموا قوي بهذه المنظومة لإدراكهم لأهمية هذا العمل الحقيقة للحفاظ على صحة المواطن المصري، لأن ده في النهاية يصب في صحة المواطن المصري. الصادرات الزراعية أكتر الدول إقبال عليها إيه؟ لا يعني أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة، طبعا خلينا نتكلم غير الدول، نتكلم على المحاصيل الأكثر تصديرا، الأكثر, يعني الأكثر تصديرا والأكثر إقبالا من الدول على أي حصيلة. يعني إحنا عندنا الموالح يمكن رقم واحد، البطاطس، الفراولة، وبعد كده عندنا البصل، عندنا الفاصوليا، عندنا المنتجات الأخرى. لكن الدول، كل دول العالم الحقيقة بنصدر لها، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، دول الاتحاد الأوروبي، دول الخليج العربي. بنتجه دلوقتي أيضا ناحية أفريقيا بحيث نفتتح، يبقى فيه افتتاح لأسواق جديدة تصديرية في الدول الأفريقية، وده مهم جدا. وعلى فكرة احنا مستمرين في ده، وكل على فكرة ما بيكون في معايير لضبط منظومة التصدير للحفاظ على محاصيلنا، الحقيقة بتزداد كميات المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج، وأيضا بيتم فتح أسواق جديدة. وإحنا محاصيلنا الحمد لله بتتمتع الحقيقة بسمعة طيبة جدا، بدليل زيادة الصادرات الحقيقة في خلال الأشهر الماضية من 2018 وصلنا لحوالي 2,600,000 طن خلال هذه الأشهر. طيب دايما بنتكلم كده عن معادلة صعبة مش عارف احنا واقعين فيها في مصر ولا لا، لما بتزيد أحكام الصادرات بتكون شيء إيجابي جدا، لأن أنا بوفر عملة عملة صعبة بتقدر تساعدني في عصر اقتصادية، لكن كمان يمكن بتأثر شوية على الإنتاج المحلي. هل ده حاصل عندنا؟ استحالة طبعا. أنا برضو هو ده طبعا، ده سؤال مهم جدا. احنا طبعا يهمنا بالدرجة الأولى الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي، وأنا برضو عاوز أوضح لحضرتك إن احنا ما عندناش أي مشكلة في المحاصيل البستانية اللي هي الخضار والفاكهة، ما عندناش أي مشكلة نهائيا. بس في ارتفاع في أسعار البعض. لا مفيش مشكلة في توافرها. أيوة، بس يمكن في أسعار. ارتفاع الأسعار ده موضوع تاني برضو هقول لحضرتك سببه. احنا عندنا بس مشكلة في بعض المحاصيل الحقلية، يعني زي القمح طبعا على رأسها، لكن المحاصيل البستانية زي الخضار والفاكهة ما عندناش أي مشكلة على الإطلاق. السوق المصري مليان الخضار والفاكهة المصرية وبنصدر، ده دليل إن في فائض، يعني استحالة إن أنا هصدر على حساب إن أنا أعمل مشكلة في السوق المصري. ارتفاع السعر الحقيقة ده ليه عوامل أخرى، يعني إحنا كوزارة زراعة إحنا معنيين فقط بالإنتاج، يعني أنا يهمني إن أنا أنتج وزيادة الإنتاج من وحدة الفدان بصفة مستمرة، واستنباط أصناف جديدة بتكون عالية الإنتاجية بصفة مستمرة. لكن زيادة الأسعار دي راجعة لعملية التسويق للأسف، أحيانا بيكون فيها خلل، يعني والحلقات الوسطية من المنتج للمستهلك، يعني دي هي برضو أكيد هي السبب. لأن حضرتك لما تشوفي بعض أنواع الخضار والفاكهة إحنا بنشتريها بكام من عند مثلا من عند الخضري أو الفكهاني،
وتشوف الفلاح بيبيعها في الغيط بتاعه بكام، تعرفي عاده بيبقى المنتج الرئيسي هو الاكثر كسبا، ان في مشكله في منظومه التسويق دي مهمه جدا يعني. طيب لكن وزاره الزراعه تقدر تحل هذه الحلقه المفرغه؟ بس احنا يعني هو احنا بنحاول بقدر الامكان من خلال منافذنا اللي موجوده، سواء كانت في المحافظات المختلفه او المنافذ الرئيسيه الموجوده في شارع نادي الصيد بالدقي. احنا عندنا طبعا كل هذه المنتجات موجوده في منافذنا باسعار مخفضه عن اسعار السوق، ويمكن بمناسبه طبعا يعني قدوم شهر رمضان كل عام وانت بخير وكل الساده المشاهدين بخير، احنا عندنا طبعا هذه المنتجات موجوده، خضار، فاكهه، لحوم، دواجن، اسماك، البان، منتجاتها كل ده موجود في منافذنا وباسعار اقل من اسعار السوق من 10% ل 20%. وايضا في عندنا منافذ في المحافظات المختلفه في مديريات الزراعه والتعاون الزراعي والاصلاح الزراعي. لكن طبعا منظومة التسويق نفسها مسؤول عنها جهات أخرى زي وزارة التموين، ده مهم جدا. لكن يعني أنا بؤكد لحضرتك أنه أحيانا بيكون ارتفاع سعر المنتج من الخضار والفاكهة بيكون ارتفاع غير مبرر للأسف الشديد. حضرتك قلت كده بين الكلام القمح، أنا لسه عندي مشكلة في القمح ليه؟ هو عندي مشكلة في القمح ليه؟ لأنه لأسباب كتيرة. يعني إحنا طبعا المساحة التي يتم زراعتها من هذا المحصول مساحة محدودة، وإن كانت بتزيد كل سنة. السنة اللي فاتت كنا زارعين 2,900,000 فدان، السنة دي زارعين 3,000,000، أو تم زراعة اللي هو دلوقتي إحنا الفلاحين بيوردوا المحصول، تم زراعة 3,262,000 فدان. طبعا في زيادة في المساحة، لكن في الحقيقه عوامل بتؤدي او بتجعل دائما عندنا مشكله في القمح. طبعا الاستهلاك الزايد، زياده عدد السكان، الزياده المستمره في عدد السكان برضو دي احد الاسباب. لكن احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نقلل من الفجوه الاستيراديه من هذا المحصول عن طريق زياده المساحات المنزرعه كل عام، وعن طريق استنباط أصناف جديدة بتكون عالية الإنتاجية، بحيث أن نزود الإنتاج في وحدة الفدان. الأسعار اللي بيشترى بها القمح من الفلاحين هل هي أسعار محفزة لزيادة الإنتاج؟ أكيد أكيد محفزة، أنا بؤكد لحضرتك هذا الكلام، لأن هي لو غير محفزة أنا بؤكد أن الفلاح آخر سعر وصل ليه قد 600 جنيه للأردب، يعني من 575 ل 600 جنيه حسب درجة النقاوة. والسعر ده على فكرة مناسب، وعلى فكرة الفلاح لو هيتبع التوصيات الفنية الخاصة بزراعة هذا المحصول هيكون عنده إنتاجية عالية من الفدان. لأن حضرتك تعلمي في فلاحين طبعا بتكون إنتاجيتهم من الفدان 12 أرداب في 15 أرداب، لكن في المقابل فلاح ممكن يحصل على 25 أرداب و30 أرداب في الفدان، وبالتالي كل ما بتزيد الإنتاجية في وحدة الفدان بيكون طبعا العائد بتاعه أكبر. فإحنا بنشد الفلاحين إن هم يتبعوا التوصيات الفنية اللي إحنا بنقول عليها، ليس في محصول القمح فقط ولكن في جميع المحاصيل، علشان يحصل على أعلى إنتاجية وبالتالي يحصل على عائد مادي كبير ويكون هو المستفيد الأكبر من هذا المحصول. دكتور حمد، توفير المياه، مياه الري واستحداث الأساليب الجديدة، آخر جهود وزارة الزراعة إيه؟ طبعا توفير المياه ده دي مسؤولية وزارة الموارد المائية والري، لكن احنا لينا دور في الحفاظ على مياه الري. أيوة. لينا دور في استنباط أصناف جديدة تكون شحيحة في استخدام المياه، ويمكن على رأس هذه المحاصيل محصول الأرز. حضرتك تعلمي الأرز من المحاصيل الشرسة في استخدام المياه، احنا استنبطنا أصناف جديدة شحيحة في استخدام المياه، وبعض هذه الأصناف بتتحمل الجفاف. ايضا بالنسبه للقمح نفس الشيء، عندنا طرق زراعه جديده ايضا بتوفر الميه، زي زراعه القمح على مصاطب بتوفر الميه، بتوفر التقاوي، بتزود الانتاجيه. احنا ماشيين في ده بحيث ان احنا مهم جدا ان احنا نحافظ على كل نقطه ميه، لان احنا محتاجين الميه في استصلاح اراضي جديده. ده دورنا الحقيقه في وزاره الزراعه واحنا ماشيين في هذا الاتجاه. ويمكن تعليمات السيد الوزير لمركز بحوث زراعية بصفة مستمرة استنباط أصناف جديدة تتواكب مع الظروف البيئية المعاكسة،
خاصة ب على سبيل المثال ارتفاع درجة الحرارة اللي احنا شايفينه دلوقتي، الحرارة بترتفع بصورة كبيرة جدا، فلابد من استنباط أصناف جديدة تتحمل هذه الظروف البيئية المعاكسة وتتحمل شح المية. الاتجاه للصوب الزراعية ده مهم جدا، ده أحد الوسائل المهمة في توفير المية، متحكمة في التغيرات المناخية وفي المياه. تمام. ويمكن طبعا حضرتك تعلمي يمكن تم افتتاح المرحلة الأولى 100,000 فدان صوب زراعية، اللي هي كانت 20,000 فدان صوب زراعية اللي افتتحها السيد الرئيس. هي الصوب الزراعية مهمة جدا لأن هي بتوفر المية بصورة كبيرة جدا، تصل إلى 70% أو 80%، كمان بتزود الإنتاجية، تصل إلى من 3 أضعاف ل 6 أضعاف عن الزراعة المفتوحة. فطبعا اتجاه للصوب الزراعية ده ضروري ومهم في المرحلة القادمة، وكمان لزيادة الإنتاج الزراعي من محاصيل الخضر بصفة عامة ولتوفير المية. هيكون ليها نصيب أكبر أيضا في تصدير المنتج للخارج؟ أكيد طبعا، ليس للسوق المحلي طبعا للسوق المحلي طبعا، ده رقم واحد، أنا بأكد لحضرتك هذا الكلام. وطبعا ده هيساعد على خفض الأسعار بقى، يعني إذا كان حاجة بتقول إن بعض يعني أنواع الخضر أسعارها مرتفعة، طبعا الصوب سوف تساعد على خفض هذه الأسعار، لأن ما بيكون في إتاحة للسلعة الأسعار أوتوماتيك بتنزل، العرض والطلب بالضبط. ويساعد أيضا على زيادة تصدير الخارج من هذه المحاصيل. أخيرا استصلاح الأراضي، آخر المشروعات الخاصة باستصلاح الأراضي خصوصا فيما يخص سيناء وتعمير سيناء. هو طبعا يعني أنا بأكد لحضرتك طبعا سيناء تهتم بها القيادة السياسية اهتمام كبير جدا، ويمكن في مشروعات تنموية زراعية في شمال سيناء بصفة خاصة، ولكن ده هيتم الحقيقة بصورة كبيرة جدا بعد انتهاء أو القضاء على الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية الموجودة في هذه المنطقة. الحقيقة في مشروعات زراعية واعدة، سواء كانت إنتاج نباتي أو إنتاج حيواني أو إنتاج داجني في سيناء، وإحنا الحقيقة عملنا بعض المشروعات، يمكن قرية الروضة في بئر العبد اللي كان حاصل فيها الحادث الأليم، عملنا مزرعة سمكية يعني وفرت حوالي 10 طن من الأسماك في كل دورة، في خلقنا فرص عمل. الحقيقة في استثمارات واعدة في سيناء، ولكن بعد انتهاء العملية الشاملة الخاصة بالقضاء على الإرهاب في سيناء. بقية المحافظات؟ بقية المحافظات أنا بأكد لحضرتك اتجاهنا دلوقتي للظهير الصحراوي في كل المحافظات، وبصفة خاصة ودي مهمة جدا محافظات الصعيد، لأن حضرتك تعلمي أن الصعيد في الفترة السابقة أو في العقود السابقة الحقيقة لاقى من الإهمال والتهميش كان بصورة كبيرة جدا. الحقيقة القيادة السياسية مهتمة جدا بمحافظات الصعيد بصفة خاصة، وزارة الزراعة مهتمة جدا بمحافظات الصعيد، بعمل الحقيقة مشروعات تنموية لأهالينا في هذه المحافظات، عمل مشروعات في الظهير الصحراوي لهذه المحافظات وبصفة خاصة مشاريع الانتاج الحيواني والداجني بالذات. ده طبعا من شأنه هيخلق فرص عمل كبيرة في هذه المحافظات ويساعد على التنمية فيها. طبعا عملنا برضو احنا مهتمين قوي بالمرأة الريفية في محافظات الصعيد، في كل المحافظات. وده اللي هسأله لحضرتك بالزبط. لما بوفر فرصة عمل، أنا عايز أوفر فرصة عمل لأيادي مدرب بالشكل السليم، هل وزارة الزراعة؟ لا، احنا التدريب يا فندم مستمر، ويعني احنا ويمكن التدريب كمان مش في محافظات الصعيد، أيضا في سيناء. يعني بندرب الشباب، بندرب السيدات على بعض المهن المناسبة للبيئة اللي هم موجودين فيها، فده يساعدهم على طبعا زيادة دخلهم، وبالتالي نقضي على البطالة الموجودة ونساعد على التنمية بصفة عامة. طيب أخيرا، أسعار الأسمدة، أسعار التقاوي، توفرها، كل ده؟ لا يا فندم، أنا بأكد لحضرتك الأسمدة طبعا ما زادتش، الحمد لله ما فيش زيادة في الأسمدة. تمام. خالص دلوقتي متوفرة. ده احنا بقى يعني فرصة، أنا من خلال برنامج حضرتك بأناشد الفلاحين في جميع المحافظات، احنا عايزين نستثمر الفرص، روحوا الجمعيات يعني استلموا الأسمدة بتاعتكم، اصرفوا المقررات السمادية. ده احنا دلوقتي عندنا مشكلة، حضرتك كنا الأول كانت بتبقى المشكلة عدم توفر الأسمدة. احنا دلوقتي عندنا مشكلة في تكدس الأسمدة في الجمعيات.
الجمعيات المخازن الجمعيات مكدسة بالأسمدة، والفلاحين طالما ان هو متاكد ان السماد موجود ما بيروحش يصرف المقرر السمادي بتاعه. طبعا ده بيعمل مشكله بالنسبه للجمعيه لان بتدفع ارضيات بتكلفها. انا بناشد الفلاحين روحوا الجمعيات واستلموا المقررات السماديه بتاعتكم، التقاوي متوفره لجميع المحاصيل، التقاوي المعتمده من مركز البحوث الزراعيه. ما عندناش مشكله الحمد لله لا في التقاوي ولا في الاسمده. بالعكس احنا يعني بنناشد الفلاحين، وبؤكد مره تانية بالنسبه لزراعه الذره سواء كان في محافظه سوهاج او في اي محافظه مفيش اي مشكله على الاطلاق، التقاوي موجوده، الاسمده موجوده، مفيش مشكله في الميه بالنسبه لزراعه الذره. بشكرك جزيل الشكر وعلى سعه الصدر في الكثير من النقاط التوضيحيه. دكتور حامد عبد الدهيم المتحدث باسم وزاره الزراعه، شكرا. العفو فندم. انتهت الوقفة الحوارية الأولى في من القاهرة، الوقفة الثانية بتتحدث عن طاقات الشباب المختلفة، مؤتمرات الشباب ودورية انعقادها وماذا تعني بالنسبة لمصر، بعد قليل معكم في منى.